مرحبا البنات، كيف الناس كنوا بخير ولا خير؟ اليوم جبت لكم ماسك للشعر البنات اللي طلبوه مني. هذا الماسك هو اللي ساعد شعري انه يطول من بعد ما كان وقف وما بقاش بغي يزيد يطول. بغيتو تعرفوا المكونات ديالو تبعوا الفيديو حتى الاخر. اول مكون كنحتاجو في هذا الماسك اللي هو الحليب ديال الكوك، معروف بالفوائد ديالو للبشره للجسم وحتى الشعر. كيعطي واحد اللمعان كيغذيه من الجدر ديالو وكيساعدو انه يطول بيان سور الا كان عاجز. بغض النظر على الاسم ديال المنتوج فهو متوفر في ماركات وحدين اخرين وفي جميع اسواق التجاريه. الثمن اللي هو بيان سور مناسب، لان هاد القرايه هادي ممكن انها دير لنا ماسكات وماسكات وتجلس معنا المده ديال اكثر من 6 شهور. ثاني مكون اللي هو لافوكا، اللي هو غادي يكون المزود الاساسي للشعر ديالنا بلي بروتيين اللي كيكونوا ناقصينهم تيخليوهش يطول. ما تنساوش انكم تاخذوا افوكا اللي تكون طايبه. ثالث مكون اللي هو زيت الجليسيرين، غادي يكون الدور ديالو في هذا الماسك انه غادي يشكل طبقه اللي غادي تحمي لنا الشعر ديالنا من اي اضرار خارجيه، شامبوان، الحراره الى اخره، وغادي تخليه محافظ على الترطيب ديالو الطبيعي وما غاديش يتكسر. رابع مكون اللي هو زيت الفيتامين او اللي كتحتاجو البصيلات الشعر ديالنا باش توصل بالتغذيه الكافيه. زيت الفيتامين او فهو كذلك يحسن الدوره الدمويه ذروه الراس وكيعزز صحه الشعر، وهو ممتاز جدا لتحسين حاله الشعر الجاف والهش. خامس مكون اللي هو زيت الخروع، اللي هو غني على التعريف. فزيت الخروع كيحفز نمو الشعر من 3 الى 5 اضعاف المعدل الطبيعي بكونه كيحتوي على احماض دهنية وفيتامين اش. تستغربوش الا شفتوا اللون او القوام ديالو على هذا الشكل، فهذا بيو يعني طبيعي 100%. فهو كيتعصر قدامك، كياخذوا الحبوب ديال الخروع وكيعصرهم بواحد الاله. فاحنا في مكناس عندنا واحد السيد اللي كيقوم بهذا الشيء، وانا مشيت عنده وخديته بيو، لان العادي اللي كنعرفوه حنا كاملين كيكون ترونسبارون، تيكون ثقيل. فهذا ثقيل ولكن ماشي ترونسبارون، اللون ديال الحباد الخروع. خامس مكون اللي هو زيت جوز الهند، اللي كيمنع البكتيريا من التراكم في فروه الراس وكيمنح الشعر ترطيب عالي جدا وكيساهم في المرونه ديالو واللمعان. اول حاجه كناخذ نص ديال لافوكا بهذا الشكل هذا وكنماسوه، كنضيفوا عليه زيت الخروع اللي كنعيد وكنكرر القوام واللون ديالو، فهما فقط لانه بيو 100% ماشي داك ترونسبارون اللي كنعرفو كيتباع في الفارماسي. نضيفوا عليهم زيت الفيتامين او وزيت الجليسيرين، كنضيفوا زيت جوز الهند وكنخلطوا الكل بهذا الشكل هذا حتى يتجانسوا، ومن بعد كنضيفوا 4 ديال المعالق صغار اولا 2 معالق كبار ديال حليب الكوك. نخلطوا حتى كيتجانسوا لنا كل المواد وغادي يولنا على شكل كريم. كنحصلوا على ماسك بهذا الشكل هذا، قوامه رائع ومتجانس وكريمي. غادي نوضعوه على الراس ديالنا من الفروه ديالو حتى الاطراف، وغادي يكون الغسل ديالو بماء دافي ماشي سخون. ممكن اننا نحتفظوا به في بواطه على هذا الشكل هذا في الثلاجه لمده ديال 48 ساعه ونعاودوا نستعملوه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشجعوني بزر جيم، ولا اول مره غادي تزوروا قناتي ما تنساوش انكم تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد وتكونوا السباقين اللي كتشوفوه، لان باقي المواضيع اللي كيهمكم. تهلاو فراسكم بزاف ومع السلامه.